Okay, get ready. Friendly UAV overhead. Algum, algum, algum. Solid copy. UAV beginning flyover. Get to the new HQ. شارك حرب شباب، معكم شركي يال وشركي كير، جايكم فيديو جديد. طيب شباب، فيديو اليوم جايب لكم رأيي وانطباعي عن بيتا كول اوف ديوتي مودرن وورفير. صراحة ما كنت ناوي اسوي هالفيديو، كنت ناوي اسوي فيديو اجمع لكم لقطات حلوة صارت معاي مضحكة اجمعها مع بعض واحمل فيديو، بس شفت انه كل اليوتيوبر العرب يلي حملوا عن مودرن وورفير سووا هالشيء، ما في ولا فيديو عربي واحد قاعد يعطي رأي عن اللعبة، قاعد يشرح الايجابيات والسلبيات، ما في. فاذا واحد يبي يشتري اللعبة وما يتكلم الا عربي يبي فيديو يشوف هل اللعبة فعلا تستاهل او لا، فمشان هيك قررت اسوي هالفيديو. بهالفيديو رح اعطيكم الايجابيات والسلبيات من وجهة نظري ومن وجهة نظر الناس، يعني احكي لكم مثلا شيء الناس كارهينه بس انا حابه، او شيء الناس حابين انا كارهه، يعني رح اعطيكم رايي وراي الناس، الراي والراي الاخر او شيء من الكلام. تنويه بسيط قبل اتكلم عن الايجابيات والسلبيات، البيتا مجانيه للجميع على البلاي ستيشن 4 بالشرق الاوسط، او يعني بالوقت الحالي صارت للكل، بس قبل كان للشرق الاوسط فيهم يلعبوها ببلاش والاجانب لازم بري اوردر، شيء رهيب، بس حاليا للجميع موجوده ببلاش. ممكن انت قاعد تشوف الفيديو حاليا تكون انتهى الاسبوع الاول من البيتا، راح تفتح بعد 4-5 ايام، راح اكتب لكم التاريخ هنا موجود على الشاشه حاليا متى راح تفتح مره ثانيه البيتا. ففوت على البلاي ستيشن ستور وحملها ببلاش، بس ادخل على البلاي ستيشن ستور اكتب كول اوف ديوتي مودرن وورفير راح تلاقيها تحميل مجاني. اذا كنت تلعب على الاكس بوكس او البي سي راح تفتح بشكل مجاني بالتاريخ اللي شايفه قدامك حاليا على الشاشه كمان. فاي اذا بدك تفوت وتجرب اللعبه تكون فينك تجربها على كل المنصات بدون ما تدفع اي شيء. طيب خلينا نبدا اول شيء بالايجابيات، الجرافيكس، رسومات اللعبه شيء رهيب، رسومات اللعبه، الموفمنت تبع الاسلحه، انيميشن لما يعمل ريلود للسلاح، لما يغير السلاح، لما تبدا الجيم وانت جاي بالطياره شوي شوي كيف ينزل من الطياره او من السياره، شيء رهيب، هالتفاصيل جدا رهيبه، بالذات لو بتقارنها مع اخر جزء كول اوف ديوتي اللي هو بلاك اوبس 4. راح تلاقي فرق جدا كبير. بلاك اوبس 4 لو تقارنها مع رسومات والانيميشن تبع مودرن وورفير راح تحسها كانها اوفر واتش، مو قاعد اسب اوفر واتش او فورتنايت، بس انه نوعا ما بلاك اوبس 4 لو بتقارنها مع مودرن وورفير راح تحسها رسومات كرتونيه، مع انه بلاك اوبس 4 ما توجههم كرتوني، مو نفس لعبه اوفر واتش او فورتنايت توجههم كرتوني، يقولوا ايه نحن الجرافيك عندنا كرتوني، لا بلاك اوبس 4 المفروض تكون واقعيه، بس لو تقارنها مع مودرن وورفير راح تشوفها كرتونيه. مودرن وورفير الديتيلز تبعها الرسومات جدا خرافيه. على وقت بلاك اوبس 4 كنت احسب انه المشكله من البلاي ستيشن عندي، انا ما عندي بلاي ستيشن 4 برو، عندي البلاي ستيشن 4 العادي، فكنت افكر ايه لو جبت بلاي ستيشن 4 برو راح اشوف وضوح احلى اكيد، بس حاليا بعد ما لعبت مودرن وورفير لا، المشكله طلعت من بلاك اوبس 4، انا عندي بلاي ستيشن 4 العادي ورسومات خرافيه، انيميشن خرافي، لعبه جدا صافيه، جدا منظرها يعني شوفي كل ما اشرحها منظر اللعبه جدا نظيف، ما ادري هل الكلمة تشرح ولا لا. فاي هذا اول شيء عجبني باللعبة. اوكي غير هيك اصوات اللعبة، اصوات الاسلحة، اصوات الموفمنت، لما واحد يمشي على المي، لما واحد يمشي على العشب تسمع الاصوات بالتفصيل، هالشيء جدا عجبني، واضح انهم جدا مهتمين باللعبة. غير هيك عجبتني الاسلحة والتوازن اللي بينها، كل سلاح لما تلعب فيه تحس انه فعليا هالسلاح يختلف عن هالسلاح من ناحية الدمج، من ناحية الهزم، من ناحية الدمج ما كثير تحس لانه اللعبة وقت الموت فيها جدا جدا قصير فالكل يموت بسرعه، بس تحس بالفرق بين الاسلحه، واحد وصل لرينج اعلى، واحد لرينج اقل، وللحين مو مفتوحه كل الاسلحه، مفتوحه اظن السلت رايفل 3 ولا 4 اسلحه، فمن 3 ل 4 اسلحه الموجودين فعلا حسيت الفرق بين كل سلاح منهم، فاي هذا الشيء حلو. اكثر شيء عجبني انه ما في نظام من 10 نقاط نفس بلاك اوب 3 او بلاك اوبس 4 اللي هو مثلا يمديك تحط بيركين من البيرك الثاني، او تحط على السلاح مدري كم اتاتشمنت مقابل انك ما تحط ولا بيرك، هالنظام مو موجود وهالشيء جدا فرحني. خلاص سلاحك في عندك 5 اتاتشمنت تختارهم، والبيركات اجباري تختار بيرك 1 بيرك 2 بيرك 3، ما يمديك تحط بيركين من القائمة الثانية او القائمة الاولى. انا صراحة في بيرك بقائمة البيركات الثانية كان في بيرك اللي هو يكون عندي قنبلتين، انا العب بالالغام مثل ما شايفين من الجيم بلاي، كثير احب اني احط الغام بكل مكان واخذ موتات او ذبحات ببلاش، فبنفس الوقت قاعد اعاني من اليو اي في العدو، لما العدو يجيب يو اي في قاعد ابين على الخريطة، فابي احط بيرك الجوست ما اقدر، يا هذا البيرك يا هذا البيرك،
فهذا الشيء حلو. لو ببلاك اوبس 4 اي بكل بساطه اشيل التاتشيت من سلاحه واحط هالبركين ويكون عندي قوه خرافيه. هون لا، نفس نظام كول اوف ديوتي مودرن وورفير 2 و 3 وهالالعاب اللي هو نظام خلاص اساسي ما فينك تلعب فيه وتاخذ كذا وتاخذ كذا. هذا الشيء جدا جدا عجبني. طيب خلينا حاليا نتكلم عن اهم نقطه اللي هي تايم تو كيل والميني ماب، اللي هو وقت الذبح والميني ماب. راح اعطيكم راي الناس وراح اعطيكم رايي. راي الناس انه وقت الذبح جدا قصير او جدا سريع، ما فينك الدرع، مجرد ما الدرع، مجرد ما حد يشوفك بثواني راح تكون ميت. هالشيء يشجع على الكامبر، هالشيء يشجع انه الناس يضلوا قاعدين ببيوت، ما حد يطلع ما حد يمشي، لانه مجرد ما تمشي وتكون مكشوف خلاص ما في اي منافسه، مجرد ما حد يشوفك انت ميت. فا اوكي هذا راي الناس ووافق كلامهم جدا صحيح، بس انا صراحه حبيت هالشيء. انا احب الالعاب اللي يكون فيها وقت الذبح ميت، نفس كول اوف ديوتي مودرن وورفير 2 ومودرن وورفير 3، لانه هذا الشيء يشجع نوعا ما على الاستراتيجيه باللعب، مو نفس بلاك اوبس 3 او 4 اللي هو تلاقي واحد مدرعم قاعد ما يهم شيء، مدرعم على الكل، يدبح حاد يدبح حاد، ما حد يقدر يذبح لانك مجرد ما تطخه يروح يتخبى يرجع يهيل. بينما هون لا، لعب فيه استراتيجيه. يعني تبي تكامبر ايه، لو انت كامبر راح تحب هاللعبه بشكل جدا كبير، تقعد بمكان تحط الغام يمين ويسار نفس ما شايفين بالجيم بلاي وخلاص. او مثلا فينك تلعب انك تمشي وتهجم بس تلعب بذكاء، مثلا رحت على مقر العدو تتخبى ورا حيط، تميل من جنب الحيط، ترجع تلف لورا، مو والله تفوت عليهم كانك سوبرمان ما حد يقدر يوقفك وتذبح يمين ويسار وكذا. لا، لعبه فيها نوعا ما استراتيجيه. هذا الشيء عجبني، رايي انه هذا الشيء كويس، بس عدد جدا كبير بيعرضني بهالشيء. غير هيك الميني ماب، اول شيء انا كنت جدا رافض لفكره انه ما في خريطه مصغره، والحمد لله انهم حطوا خريطه مصغره او الميني ماب، وانا جدا مبسوط مع الخريطه المصغره الموجوده حاليا، اللي هي انه ايه موجوده خريطه مصغره، فينك تشوف اصحابك وين، فينك تشوف اذا العدو جاب كل سريك، تشوف وين مكان الطياره، فينك تشوف كل شيء. بس ما يمديك تشوف العدو لما يستعمل سلاحه، لما واحد من العدو يطلق بسلاحه ما راح تشوف نقطه حمراء. انا صراحه جدا مستمتع مع هالشيء، مع انه ناس كثير كمان ضد هالفكره. انا حاب هالشيء لانه اخيرا اقدر العب وانا نوعا ما مرتاح. يعني قبل اجزاء كول اوف ديوتي لما اطلق باي سلاح دائما مجرد ما اطلق على واحد دائما كل فكري انه ايه الناس حاليا شايفيني على الميني ماب لازم اتخبى على طول. حاليا لا، اقدر اني اطلق بسلاح واضل بمكاني او اغير وانا مرتاح. يعني ما راح اطلع نقطه حمراء واضحه على الخريطه كل الفريق الثاني بيشوفني. فصراحه مع الميني ماب الموجوده حاليا جدا مبسوط منها. بس في شيء صار ماله لازمه اللي هو الكاتم او السبرسر اللي تحطه على السلاح. الكاتم دوره انه ما يبينك على الخريطه، وحاليا اصلا لو طخيت مع سبرسر او بدون ما راح تبين على الخريطه. فيعني شايف ما في داعي لاتاتشمنت السبرسر باللعبه، هاي بس ملاحظه بسيطه. واخر شيء عجبني الكونكشن، ما ادري هل اكتيفيجن فتحوا سيرفر بالشرق الاوسط او لا، بس ما قاعد يجيني لاج، ما اقدر اشوف البينج، بس حاسس باللعب انه ما في لاج، قاعد اطلق على الناس يموتوا بشكل سريع، الريلود كل شيء ما في تاخير. فهذا الشيء جدا عاجبني. اوكي خلينا حاليا نتكلم على الاشياء اللي ما عجبتني. اول شيء ما عجبني هو تصميم المابات. للاسف اللعبه اسمها مودرن وورفير، كنت محسب انه تصميم المابات راح يكون نفس مودرن وورفير 2 ومودرن وورفير 3، المابات اللي فيها خلنا نعطيكم مثال، ماب فافيلا من مودرن وورفير 2، في بيت بالنص، في اسطوح، فينك تتسلق على الاسطوح، في اسطوح على الجهه الثانيه، ماب فيها دخلات وطلعات كثير، ماب تحس فعلا ماب فعلا قاعد تقاتل بحاره من حواري البرازيل ولا المكسيك. ولا عندنا ماب كاري كمان من مودرن وورفير 2، عندك مكان عالي، عندك مكان واطي، عندك برج في النص. مابات مودرن وورفير 2 مودرن وورفير 3 تحسها فعلا ماب، تحس فعلا قاعد في حرب، قاعد في مكان قاعد تقاتل، مكان حقيقي. بينما مابات مودرن وورفير نفس مابات بلاك اوبس 3، نفس مابات ادفانس وورفير، نفس مابات بلاك اوبس 2 كول اوف ديوتي جوست، اللي هي المابات اللي تحسها مصممه للعبه، اللي هي اي اوكي لازم تتقابلوا في هالنقطه، لازم انت تقتل هذا الشخص بهالنقطه، بعدين راح ترجع تعيش هنا وهذا راح يعيش هنا. المابات اللي اسمها 3 لين ماب، المابات اللي فيها ثلاث خطوط بس، الخط اليمين، الخط اليساري والخط اللي في النص. شوف اي ماب راح تلاقيها ماب بثلاث خطوط فقط، ما في دخلات وطلعات، ما في وصلا برج عالي هون واحد يطلع له، ما في والله انه فهمتوا علي انه المابات ما تحسها ماب حقيقي، تحسها ماب مصمم للعبه، ماب مصمم لانه نقاتل بعض. فهذا الشيء جدا حزني. الشركه قالت انه راح يكون في ثلاث مابات
تكون كبيره وما راح تكون 3 لين ماب او ما راح تكون مابات بثلاث خطوط، لا راح تجي بطور 20 ضد 20. فا اوكي هذا الشيء حلو، بس يعني كنت بتمنى انه المابات الاصليه المابات العاديه لاي جيم مود اللي هو تيم ديث ماتش ولا دومينيشن تكون مابات مو 3 لين، مابات مو ثلاث خطوط، مابات طبيعيه نفس مودرن وورفير 2 و3. هي اول سلبيه عندي باللعبه، شيء جدا احبطني بالذات انه مودرن وورفير كنت متخيل انه ايه راح تكون نفس مابات مودرن وورفير 2 و3. غير هيك الشيء اللي ما عجبني الكل ستريك، الكل ستريكات باللعبه جدا قليله، يعني قبل على ايام مودرن وورفير 2 و3 تلاقي كل ستريكات اكثر، في تنويع اكثر، هنا ما يعني قاعد اشوف كل ستريكات من اخر اجزاء كول اوف ديوتي دائما جدا قلال. هي اول شيء. ثاني شيء اصوات الكل ستريك، يعني مثلا عن الفريق الثاني جاب الهيرير اللي هي الطياره تيجي وتذبحنا، الحين صوتها اوكي صوتها ممكن هذا صوت الواقعي، بس لو تقارنها مع صوتها بمودرن وورفير 2 كان صوتها يخوف لما تسمع انه في هيرير، صوته جدا واضح وتعطي جو للعبه. ولا خلنا نقول الشوبر جنر بمودرن وورفير 2 او 3 لما تجيب شوبر جنر تسمع صوت اللي هو قاعد احاول امثل الصوت، هون ما يعني تحس ايه في طياره فوق اهلا وتلعب ما تحس بجو الرعب ولا الاي سي 130 باجزاء كول اوف ديوتي اللي قبل. الاي سي 130 صوت الصاروخ لما يضرب الارض تحس جو الجيم كله صار رعب انه في طياره اي سي 130 فوق، هنا اوكي في طياره فوق تخبى الحين بتروح ما تحس هالجو من الاصوات اللي حاطينها. اظن هم رايحين مع الاصوات الحقيقيه، اللعبه جدا قاعدين يقربوا على الاشياء الواقعيه، بس هالشيء مو عاجبني الصراحه. غير هيك اخر شيء مو عاجبني انه المالتي بلاير حلو واكيد طور القصه راح يكون حلو، بس كنت بتمنى اللعبه يكون فيها طور ثالث فضائيين او زومبيز، مو زومبي طور الاكستنشن نفس كول اوف ديوتي جوست، لانه اول ما شفت الاعلان قلت ايه خلاص لعبه ما فيها اكستنشن طور فضائيين او زومبي اكيد المالتي بلاير راح يكون خرافي ما راح يمل منه. بس صراحة يعني لعبت البيتا وصلت اخر ليفل وخلاص مليت، يعني ابي شيء اروح العبه غيره. فيعني مجرد ما اعرف انه اللعبه ما فيها طور ثالث، فيها طور ثالث اللي هو طور المهمات سبيشال اوبس، بس يعني خلينا نكون صريحين سبيشال اوبس راح تلعب المهمات تخلصها وخلاص، بينما الطور نفس اكستنشن اللي كان كول اوف ديوتي جوست الفضائيين كان جدا ممتع، فكان ودي يكون اللعبه فيها طور فرعي بالذات بعد ما جربت البيتا، بس للاسف ما في. فيا شباب هذا الفيديو اليوم، اتمنى يكون عجبكم، هذا رايي بكل صراحه الايجابيات والسلبيات بكول اوف ديوتي مودرن وورفير. تذكروا ان هي البيتا ممكن اللعبه الكامله يكون فيها تغييرات بشكل جدا كبير، بس الشركه نوعا ما قالوا انه راح يحطوا لنا كل شيء بالبيتا، بدهم البيتا تكون تجربه كامله عن اللعبه، بس اكيد في اشياء ما راح يحطوها بالبيتا وراح تكون موجوده باللعبه كامله. اتمنى تشاركونا بالتعليقات رايكم، شو في اشياء انتم حبيتوها وفي وشو اشياء كرهتوها، اتمنى تشاركونا هالكلام بالتعليقات. وبس كان معكم شركيال بشركه كيش كم ديها الثانيه، ان شاء الله مع السلامه.